بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول عسلامة ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. مشاهدة طيبة للجميع ودمتم أوفياء لقناتي. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. حبيباتي، اليوم حنحضر معاكم هاد المطلوعات الصغنطوطين اللي درتهم بعجينة خفيفة قطنية فارغة هايلة بزاف. طابو في المقلة بدون عجن وبدون دلك، درت لهم ان فارس بزاف خفيفة وسهلة، جاو ما شاء الله تبارك الرحمن. وصفة ان شاء الله نتمنى انه تنال اعجابكم ورضاكم. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا والوصفة تاعنا، فضلا وليس امرا دعموا القناة تاعي بجام واشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. إذا شاهدوا معايا الفيديو للآخر وما تبعدوش. يا حبيباتي بسم الله، بالنسبة للمقادير واش نحتاج عندي 500 غرام تاع فارينة، مغرفة تاع خميرة تاع ماكلة معمرة، مغرفة تاع سكر معمرة، الملح، زوج مغارف تاع زيت الصونغو، ومغرفة ونص تاع لحظة، ونطم أو نلم العجينة تاعي بالماء دافئ. إذا فوالا، هادو هما فقط المقادير اللي نحتاجوهم في الوصفة تاعنا. أما بوغ لا فارس أو للحشو اختاروا واش تحبوا. إذا نبداو بسم الله. هنايا في ان ريسيبيون درت الخميرة تاعي والسكر، هنايا درت كاس ماشي معمر تاع الماء دافي باش ندير لو لوفا باش نخلي الخميرة تاعي تتفاعل برك، ندير زوج مغارف تاع ماكلة من الفارينة هاديك، نخلط ونخليها تتفاعل شوية واحد العشر دقايق ربع ساعة على حسب الدفا ولا تومبيراتور تاع وين خليتو هاد الخليط ديالكم. الوغ هذا ما كان، دوك نغطيه بفيلم اليمونتيغ ونخليه 10 مينوت حتى الان كاردور هكذاك. فوالا، هنايا بعد ما فاتت ربع ساعه باش بدا يتفاعل لي. الوغ هنا دوك حنحط كامل المكونات اللي قعدوا. نبداو بسم الله. هنايا نحط الزيت هذيك، نزيد نحط الخمير بلوتو لافارين الفارينه، ونحط ايضا اللحظه والملح. فوالا، صدقوني وصفة بزاف هايلة تقدروا تعتمدوها. بالنسبة اللي ما عندهمش حليب بودرة او لحظة ليون بودر، يقدروا يعوضوه بلوتو بالحليب، بمعنى يشمخوا العجينة تاعهم بالحليب نورمال، وهو لحظة يستعمل كمحسن كم اميليورون برك، هذا ما كان يعاون العجينة تاعنا باش تخرج خفيفايتو. هنايا شوفوا كيفاش بعد ما درت لها الماء الدافي، شوفوا كيفاش راهي العجينة تجي تلصق، تكون هكذا تلصق. سي بو، انا غير هكذايا لميت ايتو خبطتها شوية، دوك نخليها تخمر. هذا ما كان، كنقول لكم وصفة ما شاء الله. انا هذه نعتمدها حتى في المطلوع او الخبز، نستعملها بزاف هاد العجينة، وانا تعجبني في هاد المطلوعات الصغار اللي موالفة نطيبهم. فوالا، ونخليها هكذا يا تخمر، كي تخمر مليح نعاود نرجع ليكم ونشوفوها نكملوها مع بعض. هنا يا حبيباتي بعد ما خمرت لي راكو تشوفوا فيها، نبداو نخدموها بسم الله. هنا نسي نكسر لها التخمر. فوالا، دوكا نحيها من الريسيبيون هدايا، نرش قبل لو بلون دو ترافاي تاعي، نحط عليه الفارينه. فوالا هكذايا، ونحط لاباط ديالي فوقها. ونديرها شغل حربوش. فوالا، نقطعها هكذا بالموس. ومن بعد نتوما الحجم اختاروه تاع المطلوعات اللي ديروهم، اختاروا نتوما الحجم تاعها. هنا دوكا بعد ما قطعتهم كامل هكذا كيما شفتوا، دوكا شغل نكورهم، نديرهم شغل دي بول هكذايا راكو تشوفوا. نعاون روحي بالفارينه باسكو كيما على بالكم العجينه راهي بزاف تتلاصق. على كل حال، قد ما العجينه تكون تلصق قد ما العجينة تخرج الخبزة تاعنا تخرج طرية وخفيفة. الو حاولوا نتوما ما تيبسوش لاباط ديالكم.
هنايا بعد ما خليتهم ارتاحوا 5 دقائق حليتهم هكذا بالحلال، راكم تشوفوا كيفاش نحلها بهذا السمك هكذايا، ونستفهم في كاس سميوة ولا، ونزيد نخليهم تاني يخمروا. سي نفس الشيء، هذه هي نحلهم كامل هكذايا ونخليهم يخمروا. هنا يا حبيباتي باش ما نضيعش الوقت هما يخمروا، انا جيت نوجد لا فارس ديالي. هنا راني نقطع البطاطا باش ندير دي فخيت، او ميم طون حطيت الزيت تسخن فوق النار باش نطيب لي فخيت تاعي، او ميم طون اونتر طون نزيد نطيب تاني لي سكالوب ديالي. هنا عندي كميه تاع لي سكالوب، ما عنديش حاجه كبيره. بور لي زيبيس ندير توم بودرا، الزنجبيل، توابل الدجاج، لي زارب دو بروفونس او الاعشاب العطريه، و تاني ندير شويه تاع لا موتارد والزيت هذيك اروماتيزي ولا الزيت المنسمه ديالي اللي تعرفوني كيفاش نطيب بها. هنا بسم الله في المقله تاعي درت شويه زويته، نحط هاد لي ترونش تاع البولي تاعي، ندير عليه هادوك لي زيبيس، ونزيد عليه بيان سور مغرفه هذيك تاع لا موتارد فوالا، وندير عليه الملح ونخليه يطيب. هنا واش درت بعد ما خمروا لي شويه العجينه تاعي ولا فارس تاعي طابت، في نفس المقله راكم تشوفوا مسحتها برك، راني حطيت المطلوعات تاعي دوك نبدا نطيبهم. فوالا دوك راكم تشوفوا على نار متوسطه، قعدوا غير تقلبوا فيها كل دقيقه تقلبوا حتى وين تتنفخ هكذايا، راكم تشوفوا فيها. من بعد طيب على الجهتين كيما حبيتو، كاين يحبوهم طيبين بزاف، كاين ما يحبوهمش طيبين بزاف. واذا تبريسيوهم بعد ما تفرسيوهم ما تطيبوهمش بزاف، فهمتوا؟ انا يا مانيش راح نبريسيهم، بصح نطيبهم شويه ما نفونسيش لا كولور تاعهم، ما يحبوهمش طيبين فريمون. فوالا هذه هي، دوك نطيبهم كامل بهذا الشكل حتى نكملهم كامل. فوالا راكم تشوفوا كيفاش راهم يتنفخوا، ما شاء الله تبارك الرحمن، وصفه بزاف هايله، صدقوني تنجح لي ما شاء الله، الحمد لله تنجح لي بزاف دائما الحمد لله. حتى نكملهم كامل ونروحوا نخدموا لي ساندويتش تاعنا. شوفوا هنايا كيفاش جاوا المطلوعات تاعي، دوك انا هنايا دو بريفيرونس تقطعوهم بالمقص، ما تقطعوهمش بالموس، من المستحسن نقطعوهم بالمقص ماشي بالموس، لانه حيعاونكم. شوفوا كيفاش جاوا لداخل ما شاء الله تبارك الرحمن، فارغين. فوالا دوكا نزيد نقطعهم كامل، ومن بعد نروحو نخدمو كيف كيف لي ساندويتش تاعنا. بوغ لا فارس نتوما ديروا واش تحبوا، انا عندي سلاد شويه سلاد في، وعندي طوماطيش قطعتها، عندي هذيك لا مايونيز تاع الثوم، هذاك الدجاج ولو فرماج، هذا مكان. هنا حندير فرماج تارتيني، ولا تحبوا ديروا بورسيون ديروا، استعملوا واش تحبوا، كل وحده دير واش تحب، تقدروا ما ديروا هكذا تاكلوه وحده. فوالا ندير اوراق تاع السلطه، فوالا نزيد الطماطم لا طوماط، ونزيد ايضا لي فخيت، ونزيد البولي. حبيباتي نصيحة برك حبيت نعطيها لكم، انه المطلوع لما تطيبوه ما تغطيوهش بطرشونة ولا تحطوه فوق طرشونة، حطوه سوغ اون غري ولا على حاجة شغل حديدة هكذا كيما اللي حطيتها انايا، باش يتهوى وما يخرجش معجن. بالنسبة لهاد لا مايونيز اللي حضرتها انا وسبق ودرتها معاكم في الوصفة تاعي تاع لا ماسيدوان او سالاد دو غي، نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. فوالا هادو هما لي ساندويتش تاعي لي سامبل تو افيك اون فارس موجوده في كل بيت، نتوما تقدروا تنوعوا ولا تغيروا لا فارس تاعكم من الحشو ديالكم، تقدروا تستعملوا لا فيوند هاشي بلوتو دي ستيك هاشي، ولا الكبده تاع الدجاج باغ اكزومبل، ولا هذيك الميلونج ولا لا فارس تاع التون طومات بالمايس والبصل، تو تاني تجي بزاف بنينه بالزيتون.
المهم هذه كيما حبيتو نتوما استعملوا لا فارس. انا المهم عطيت لكم لا ريسيت دو باز اللي هي هاد الخبيزات اللي ما شاء الله صدقوني لما تجربوهم ما تندموش على الوصفه هذه. اذا فوالا هادو هما لي ساندويتش تاعي لي سامبل اي تو. تحبوا تبريسيوهم بعد ما تخدموهم هكذايا ديروهم في اون بانينوز ولا في المقله تاعكم بريسيوهم نورمال تو. سينو كلهم هكذا ديجا كيما انا مانيش راح نبريسيهم ناكلوهم جوست هكذايا برك فوالا. اذا حبيباتي نشوفوا لي ساندويتش تاعنا في في صحن التقديم عفوا. اذا يلا نشوفوهم مع بعض حبيباتي. شوفوا لي ساندويتش تاعي جاوا خفه ما شاء الله يلين صدقوني مع هاد لافارسيتو جاوا بزاف بنان. نتمنى ان شاء الله ان الوصفه تنال اعجابكم ورضاكم وتجربوها وتحطوها لي في الجروب تاعي شو الفيسبوك لو موند دو بيبا بيباتو. انا يا برك قدمت هاد لي ساندويتش تاعي بهاد العصير تاع زروديه تشينا ولي بانان. نخلي لكم ايضا رابط الوصفه تاعو في صندوق الوصف. اذا بهذا حبيباتي لحقنا نهايه الوصفه تاعنا ونهايه الفيديو تاعنا. نتمنى ان شاء الله ان الوصفه نالت اعجابكم ورضاكم. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.